صباح الخير يا استاذ فهيم. هو اللي يشوف وشك يشوف خير؟ طب ليه وانا داخل عليك بوث رجلي يا بني ادم؟ 900 تليفون جاي لي من الصبح، كل الزمان بتشتكي. منطقه المهندسين كلها ما راحتلهاش كهرباء. مهندسين؟ امسك. ايه دي؟ كرتونه الجرايد تسرح بيها على كعوب ام رجليك. حاضر. انت مش وش نعمه. وانت يعني اللي مكتوب على وثك التبعي؟ ام وثك شبه مطار القاهرة، صلاة واحد. لا 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 عمنا، أنا اللي علاقته. اثبت منه أخينا، الدور عندنا. إزاي يعني يا ريتي؟ يا أم أحمد بتحمل ولا إيه؟ طب خلاص طلاق بقى علي، ما وراكب مع حد غيري. يا جدعان بقى خلصوا بقى، تعالوا أتعصب عليكم وعصبيتي مش كويسة. أنت تخرس خالص وما تفتحش بقى. فتحت بقى ليه ولا حاجة مصر زيك؟ أخرس. ما تهرباش يا ابني، احسن أنا رسولك تحت العجل على الطلاق. طب استمر يا ريتي ورينا تهرس إزاي يا ريتي؟ اهرس. انت بتفدي لك على الارض وانا ردي. ده دم. لا مش دم، ده كابوس. كابوس يا مسكر. انا هو كل يوم يا ست مسكر. اعمل لك ايه؟ انت اللي ظابط نفسك على الجردل. وبعدين ايه الريحه الوسخه دي؟ دي ميه طبيخ. طبيخ؟ انت ايه؟ طب خرج لين جوزك النهارده؟ ازاي يا معلم تسيب صبايك ياخد العيش بتاعك؟ ينفع كده؟ اه ينفع. الغنم جعان. تاكل الغنم العيش بتاعي؟ يا واد خلي عندك شويه رحمه، دي ارواح. لا وارواح تبعي. يعني اهم ارواح في المنطقه. طب لو سمحت يا معلم خليه يجيب عيش بدل الراحه. مش هيحصل. يعني ايه يا عم يا فتوانه؟ اخرس يا جليل الرمالي. انت بتضربني؟ هاري انا ضربت يا خال. مين اللي ضربك يا؟ انا ضربت خلاص. مين اللي ضربته في الحاره والخزانه يا خال؟ محدش ياخد لنا حقنا في الحته دي. مين دلوقتي يا فتوانه المنطقه دي ضرب هاري باختي؟ هو المعلم حصل. وفيها ايه؟ وفيها ايه؟ الله وفيها ايه افضل ما يمد ايده عليك؟ في يا اخوك الكبير وضربك. وبعدين احنا متعودين ان اخواتنا الكبار بيضربونا، والكبار هيفضلوا طول عمرهم كبار واحنا بنضرب. يبقى نضرب من غير غاغه بقى. ها هو اللي بنضرب بقى من سكاب بقى ومن غير غاغه. قلت لي عليا يا خالي. اخرس يا جاز لما هو بتطلع فوق تحت. انا بقولها لك، بقولها لك من غير خسة. اسفين قوي يا معلم حصوه، واعلى ما بخيلك اركبه. انت وسخه ومديد غير بالدراع، وراجل جلابيه قاعد على الكرسي وعامل لي فيها معلم. انت حبيبي وحشتيني. ايه يا فول؟ لما خلاص بقى ولا وانا طالع ولا وانا نازل، وقفان انت زي اللقمه في الحوض. تعالى جوه. بس انت عبيط قوي يا بنت. يا بنت اهدي اهدي بقى، اهدي شويه بقى، اهدي. اي جوه ليه؟ هنا المطر هتنطر. تعالى اقول لك، تعالى جوه يا بنت. خش بس هقول لك. انت مجنونه. اه ده مش بتحب ده. هقول لك. تعالى اهدي اهدي. الله الله الله، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصوره دي؟ ده ابويا وامي. والله وده وانت وانت صغيره ولا ايه؟ يا بنت بقك مستفز، انت كلك مستفز. انا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته. يا بلدي يا يا واد انت، ما فيش مساله. ايه دي؟ دراسه طلوع الروح دي ولا ايه؟ يا بنت ابوك هيوديني في ده، لسه متخانق معاه تحت. ابويا ظلمني يا تتا، وحرمني من حلم حياتي اني اكون رقاصه. هو انت اللي هتنجزني يا تتا؟ ليه؟ وانت هتنتحري؟ لا. امال ايه؟ هتتجوزني وتشغلني رقاصه. رقاصه؟ اه. هنكسب دهب يا تتا. ايه اللي هنكسب دهب؟ وهي دي فيها كلام ساعتك؟ طبعا هنكسب دهب. ده احنا مش بعيد نكسب الجمعيه التاسيسيه ونقبضها الاول كمان. غوري يلا اجري، يلا اجري غوري. بس متحلو كده سر. انت بس لو تبطلي بس تتفرجي على افلام الفنانه ناديه جندي حياتك هتبقى مستقره. عايزه استقر معاكي. بتقولي بتقولي يا بنت، يا بنت بتعيط. غوري بقى يا بنت، غوري بقى يا بنت.
باب الصالون يا بنت الذين. تعال يا بنتي معي بقى. بس مش عني تخطي. طب وحياة أمي لو أوريك يا تتا. يا بنت حصل يا بنت؟ ضربني يما ضربني. بكت يا بنت؟ يبقى حبك يا منكوسة. يعني اطمن يما. اجري يا بنت شوفي لنا محطة رأس كده نهيص شوية. توحشني قوي يا مستر. والله عدتكم هنشبع منها. احنا هنشبع منك يا بروف. هنستنى الميعاد اللي جاي على نار يا مستر. ان شاء الله. نار يا مستر. خلاص بقينا بنطبع على ناس. ازيك يا تتح؟ كويس. انت عامل ايه؟ بوم. ما طبعا لازم تبقى بوم. واللي مقطع هدومك بالشكل ده؟ يا بس كنت بتفرج على فيلم الكرنك. جبت لي كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ مستنيه انت. صح؟ اهو. كفيت الحس و في الفنجان غاوي حس وانت ستر. ربنا يهدي العاصم يا رب. بتنجان اسود برضو. اه ياني سلامتك يا قلبي. هادي هادي خلاص بقى هادي. هو انا مش خلاص جبت لك حقك قدام الناس بقى بالحاره تحت الحاره الوسخه دي؟ وبعدين انا كنت كمان عمال اضربك برضك عمال اميز لك كده عشان يبقى كله في المنص ويبقى انت كده خلاص فاهم الحكايه. مش هو ده المفروض اللي افهم ايه بقى انت بتضربني بجد؟ ايه هز اما اكلمك بص لي هنا. بص لي هنا لما اكلمك. ايه كبرت خلاص زورك بقى وسع كده هنجر كده بقت عريضة خلاص بلغت كلاذ البطاطي كلاذ البطاطي هذا عشان خاطر الريح تعدي وكل هذا من اجل خوف عليك. خوف ايه؟ خوف ايه يا خالد؟ انا اصحابي قطعوك يا حسوه ده ولا حاجه يا انت ما بتحسش عمال اظهر لك في جسمي وعمال اقول لك يا هادي وبتاع وانت برضه جبان ما بتحسش خالص. يعني يا خالي الواحد يسكت عن حقه ويسيب الظالم يبرطع؟ ألذ حاجه ألذ حاجة إن أنت تكون نايم وواكل على قفاك و24 قراط وزي الفل. عايز إيه تاني؟ نايم متظبط نفسيا محطب وزي الفل. في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ وبعدين هي كلها 60 70 سنة اللي هنعيدهم في الدنيا. أوعى تكون حاطط فكر في دماغك إن أنت خلاص مخلد موجود كده على طول زي مصاصة دماء. يا هادي إحنا هنضيف على الدنيا خلاص ويا بخت منظره وخف. والله يا خالي مش عارف أقول لك إيه. ايوه كده ارجع لاصلك ارد. تعال خد موضه كده تعال خد مكانك يا وسخ تعال تعال خلاص كده ده احنا خلاص من اخر خلاص خلاص طيب انت هتتحرك بيا خلاص. خدك سجيد بردك تعال تعال. ايوه حاضر ايوه حاضر ايوه حاضر جاي حاضر يا رب عدى 60 70 سنه دول على خير. ايوه ايوه حاضر جاي اهو.